سليمان يا بنات والله الابره وجعتني كثير وانت وجعتك. طب استنى عندي فكره. كيك شو بنرمي ماما على الماء المخدة على ماما وهي بتقرف امل. ايش رايك؟ يلا بدي ادرس يا رب ما حد يجي يشغل علي. بنات في عندي لعبه بس بدها اربع اطفال. ايش رايك نروح نشغب على امل؟ يلا يا بنات هالكلمة بتدرس يلا يلا يا الله يا بنات خلص ماشي بكره علي اختبار. طب خلص يا بنات تعالي نلعب مع سبيكي من الدرس كل هذا هام. لا بكره علي اختبار. طب يلا يا بنات يلا والله اليوم الاخبار ما هي كويسه. والله صوت بنات مش شايفه. انا عامل هي بتدرس بدي اروح اشوف مواعيدها. شو بتسوي نادر؟ بنلعب يا ماما. أنا شو شغل معكي؟ والله ما علي. ماشي يا بنت انت وتاج ولا هجيبك بأكبر قدرة الآن. شكرا ماما رح تجيب لي بريون. هديت البنات عندك واديتهم اكبر ابره. اوكي حاضر. ادرس الدرس الثاني كمان. ماشي يا ماما؟ حاضر. هذا وهذا. يا بنات والله الابره وجعتني كثير وانت وجعتك. طب استنى عندي فكره. كيك شو بنرمي ماما على الماء بنرمي المخده على ماما وهي بتقرف امل. ايش رايك؟ يلا هاي الصوره يا ماما.